ان المسؤوليات صعبة، ولما بتزيد حجم المسؤوليات او المناصب بيكون في عبء كبير. خلينا نعرف الاول الدكتور وليد عباس، واحنا شايفينه بيمثل شريحة عمرية في منصب مهم جدا في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان بشكل عام، وجودك في هذا المنصب كان بناء على اختيارك ولا كان تكملة للسلك الوظيفي اللي حضرتك بدأته، ولا فرصة من الفرص اللي فتحتها الدولة للشباب؟ لا، هو كان فرصة من الفرص اللي اتحتها للشباب لمجموعة من الاختبارات، الاختيار معاون لوزير الاسكان، وتقدمت فيها الحمد لله بعد اختبارات كتير وامتحانات كتير. الحمد لله كنت انا واثنين من زمايلي اللي اختارونا لمجموعه من الجهات تبع الوزاره. انا كنت مسؤول عن هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وممثل للشباب في الهيئه. يعني في الوقت اللي كانت الهيئه فيه حجم تعاملاتها او انشطتها كانت مش بالشكل الكبير اللي احنا شايفينه، كمان لما وزير الاسكان لمرتين متتاليتين بنشوفه انه بيكون رئيس وزراء، وكمان مهندس ابراهيم محلب وصل انه مساعد لرئيس الجمهوريه، بكل تاكيد العبء بقى كبير على هيئه المجتمعات العمرانيه. النهارده تقدر تقول في موضوع رئيسي ومهم جدا بالنسبه للمواطن، السكن الامن والملائم حق للمواطن اللي قامت بيه هيئه المجتمعات العمرانيه علشان تكفل ده للمواطن البسيط. تمام، احنا عايزين نقول بس ان احنا في 2014 كان عدد المدن الجديده 24 مدينه بالظبط اللي كانوا شغالين عليهم على مستوى الجمهوريه. احنا درسنا 30 مدينه، يعني تقريبا وصلنا 55 مدينه، منهم 14 مدينه بدانا بالفعل ننفذ المراحل الاولى بتاعتها. ان شاء الله عندنا وعد مع المواطنين ان احنا 26/20 نعمل الافتتاحات النهائيه بتاعه المرحله الاولى للمدن دي. طيب احنا ان شاء الله، طب احنا بنخدم يعني ازاي بنخدم المواطن وازاي الكلام ده كله؟ بيبقى في خطه قوميه كبيره جدا، الخطه القوميه دي بتدرس كل الاحتياجات للمحافظات المختلفه في الجمهوريه. الاحتياجات دي بتتمثل في حاجتين مهمين جدا، عدد سكان زياده محتاجين يتوطنوا كسكن، يبقى اول حاجه السكن، ومحتاجين رقم اتنين وظائف. يبقى اهم حاجتين عندنا سكن ووظيفه، ودول اكتر حاجه طبعا. بس السكن بمفهوم انه يكون سكن امن وملائم، لكن السكن اللي كنا بنسمع عنه ايام زمان ان في شقه 42 متر المفترض ان يعيش فيها اسره. لا، اقل شقه دلوقتي عندنا 90 متر، دي بتبقى اللي هي الاسكان الاجتماعي، دي ثلاث اوض وصاله ومطبخ وحمام، وبتبقى تشطيب مميز، وبتبقى كمان فيها فراغات ولاندسكيب واماكن محترمه، لان احنا يعني في المدن الجديده احنا بنهدف رفاهيه المواطن وان احنا نحسن البيئه اللي هو بيعيش فيها. فلكي حضرتك تعرفي ان احنا نسبه المباني ما بتزيدش عن 25% من مساحه الارض، يعني لو حضرتك عندك 100 فدان حضرتك بتبني بالظبط على 25% منهم، والباقي بيبقى طرق وفراغات ومناطق خضراء وخدمات للسكان في المكان. فزي ما قلت لحضرتك احنا بدانا نشتغل على الخطه القوميه، الخطه القوميه دي في بتحدد كل محافظه ايه احتياجاتها من السكان وفرص العمل، وبناء عليه بيدرس يقول ان هو محتاج مدينه جديده في الموقع ده بالشكل الفلاني. بدانا نجمع اهم الاولويات اللي هي كانوا ال 14 مدينه، وكمان درسنا باقي المدن. في بعض المناطق ما كانش في اي حد بيتجه ليهم خالص زي مدن الصعيد. احنا في من ضمن المدن الجديده اللي احنا شغالين فيها حوالي 7 مدن في الصعيد وبشمال كل مدن الصعيد، والحمد لله قربنا نخلص المراحل الاولى فيهم، زي الفاشن الجديده، ملاوي الجديده، ناصر، غرب اسيوط، وملاوي في وغرب قنا في قنا، بالاضافه طبعا اللي كان في مدينه اسمها اسوان طلع لها قرار من فتره كبيره جدا قبل 2014، لكن ما كانش بيحصل عليها تنميه بالشكل المطلوب. احنا اشتغلنا على مدينه اسوان الجديده ودخلناها من ضمن مدن الجيل الرابع معانا بحيث انها يحصل فيها نفس التنميه، والحمد لله حصل كمان اقبال كبير من المستثمرين على مدن الصعيد غير العادي. يعني احنا دايما حتى في استصدار القرارات الوزاريه او المخططات كان دايما تلاقي كل التركيز على مدن القاهره وما حولها والجيزه وشويه في الدلتا، اما الصعيد ما كانش فيه خالص مستثمرين.